كأنه ولد من جديد. لم لا؟ فهو خارج من تحقيق أجراه معه جيش الاحتلال بعد اقتحام المدرسة التي كان يقطنها مع نازحين آخرين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا، حيث هربوا من الحمم التي أمطرتها عليهم طائرات الاحتلال، لكنهم لم ينجوا حتى بعد لجوئهم إلى المدارس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال تلك المدرسة وأخرجت النساء والأطفال منها، وبقي الرجال للتحقيق معهم. الآن الإخراج عن دفعة جديدة من الرجال من داخل مدرسة فلسطين. اكتمل التحقيق مع هؤلاء أيضاً، لكن غيرهم بقي داخل المدرسة يتعرضوا للمزيد من التحقيق والعنف. المدرسة احنا مدرستين مرا بعض، مدرسة 3200 مدرسة فلسطين، 1700 مدرسة اللي هو جيم دال فوق المشتركة، والوضع صعب جدا. طلعوا نسواننا بدون ما يطلعوا حتى حاجة. الحمد لله رب العالمين، يعني بعض الشباب اكلنا وشربنا، ولكن سبنا كل حاجة ورانا وتعاملوا معنا بقوة عسكرية. لذوا بأنفسهم تاركين القليل الذي يملكونه من مأكل ومستلزمات أخرى في المدارس التي لجأوا إليها بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على ذلك. إيش صار معك أمه؟ الله يخلهم زي ما زلونا يا رب. إيش اللي صار معك أمه؟ أنت ليش أخذوك؟ أشوف إيديك، أشوف إيديك. بقول لي أنت بتقاومي في حاجة. خذوني ربطوا إيديا وخلوني زي الشباب تحت الدعنة. كل دقيقة يسألوني شو اسمك، رقم هويتي، قلت لهم كله راح تحت الردم بس مش مصدقين. وهيك أبو عمشي بقول والله انتقم منكم، عملتوا عنا 7 أكتوبر. التوغل في جباليا شمال قطاع غزة والوصول إلى مخيم اللاجئين هناك هدف سعى جيش الاحتلال لتحقيقه منذ أسابيع، لكن شراسة مقاومة الفصائل الفلسطينية منعته، حيث وصل إلى الفالوجة محاولاً التوغل أكثر نحو المخيم. أما المشهد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فلا يختلف كثيراً، حيث يشهد اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فمنعت تلك القوات من التقدم وبقيت تتمركز شرق الحي، لكن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها، ما أدى لاشتعال النيران وتصاعد الدخان الأسود من غالبية مناطق الحي. فاتن يوسف، ترت عربي.